شفتوش ولا مساء الخير متابعينا الكرام، متابعي موقع ابو كبير ميديا في كل مكان. اهلا بكم في لايف جديد من محافظه المنيا، معكم مراسل المحافظه محمد علي عبد المنعم. النهارده احنا في بث مباشر جديد من المنيا وتغطيه جديده. النهارده احنا في ضيافه العم رضا محمد، الاسم المركب بتاعه محمد رضا في البطاقه. العم رضا محمد كتب المصحف الشريف بخط يده 10 مرات في 10 سنوات، وبدأ في كتابة النسخة الحداشر. عجوز في 80 عاما، عم رضا محمد جسد الإصرار والعزيمة بكتابة الشريف. قصة العريضة تكرار كتاب المصحف في عقد الثامن من العمر. 80 عاما من العطاء، عم رضا يكتب المصحف بخط يده. شغف الكتابة، العم رضا يحقق إنجازا مذهلا في كتابة المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني. لا زينتن لهم في الأرض ولا أغوينهم. أجمعين. أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. بسم الله ما شاء الله. شايفين عم رضا بيكتب بالخط، شايفين رسمته للخط عاملة ازاي، كأنه مطبعة، كأنه اللي يعني لوح الكتابة. عم رضا اللي قدام حضراتكم دلوقتي عنده 80 سنة، 80 سنة بدأ يكتب في النسخة الحداشر للمصحف الشريف. زي ما انتم شايفين المصحف ده مصحف كبير شوية، كتبه بخط ايده. نسخة اخرى، دي النسخة السابعة قدام حضراتكم دلوقتي. محمد رضا ابن الحاج محمد ريدي. يا ربي أتممته بعونك وقدرتك. شايفين عم رضا كتب القرآن بخط ازاي، شايفين خط في كتابة القرآن، شايفين الإنجاز العظيم اللي عمله عم رضا. بيقعد هنا على المكتب وهو 80 عام، وراه المكتبة العظيمة دي اللي احنا شايفينها معانا ومعاكم، مكتبة عظيمة بها كتب كبيرة وعلم غزير جدا. بسم الله ما شاء الله.
يا مساء الخير يا عم رضا، اهلا وسهلا، اهلا بيك. سلام ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليك اينما عليك كنت يا عم رضا. الله يخليك يا حبيبي. تفضل. بسم الله ما شاء الله. دلوقتي بتكتب في سورة الحج. الحجر. ايوه بسم الله ما شاء الله. اجرالنا يا عم رضا كده بصوتك كده. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ربنا صدق. اجعلنا من المخلصين يا رب، يا رب يا رب الذين ينجو من حمائل الشيطان يا رب يا رب يا رب يا رب. يا عم رضا، عم رضا 80 سنة، مواليد كام يا عم رضا؟ مواليد 45. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، 80 عام. 80 خلاص قربنا على القرن اهو، 20 سنة تاني. ومن يعش 80 80 عاما لا أبا لك يسأمي. إن شاء الله إن شاء الله. عم رضا أنا من البداية خالص كده، طبعا رحلة عم رضا في مراحل التعليم كانت مختلفة وكان ليها شكل تاني. ايوه بدأنا بالابتدائية ولا بالكتاب قبل الابتدائية؟ الكتاب والابتدائية كنت أنبه طالب في الزمرد كلها يعني. كنت ايه؟ كنت أنبه طالب، كنت أنبه طالب، الدرجات طالب نبيه. الدرجات كاملة، لأنه ما كانت ما تعرفش ما تعرفش 9 ونص، أما كانت تعرف 10 بس. أيوة تلاقي 9 جنبها 5، تروح للراجل تقول له واخد كام؟ لكن لازم أجيب 10 على 10. لازم 10 على 10. اتعودت كده. اه رحمها الله رحمة واسعة. الله يرحمها. أيوة ده الله. كان في الكتاب. ده كان في الكتاب والابتدائية. اه بعد الكتاب دخلت الابتدائية. ده بعد الابتدائية دخلنا الإعدادية والمعلمين. اي وكانت عندنا مدرسين رحمهم الله جميعا، إن دول دخلوا الجنة ما شاء الله. أنا أشهد للمدرسين السادنا الحلوين المحترمين إن دول دخلوا الجنة، إنهم أدوا ما عليهم بإخلاص. وسبحان الله، كان المدرس بيدي الولد مساعدة ويفهم الدرس ومش ياخد منه حاجة ولا يعرفوش منين، ويدرسوا دراسة جيدة يفهم منها. وبعد كده رحنا المعلمين، فخدت 3 سنين جري جري جري، رحت طالع. احنا كملنا لسانس آداب، خدت لسانس آداب. نعم خدت بعد كده لسانس آداب. لسانس آداب ايوه، بعد ما خدت دبلومة المعلمين بعد تالتة إعدادي اتعينت. تعينت بدل سن 18 اتعينت سنة. بالدبلومة وانت عندك 18 سنة. أول تعيينك كان ايه بال 18 أول سنة؟ أول تعييني كان في السمرات الغربية طرفة مدرسة. ايوه معلم، يعني معلمة، معلم لغة عربية؟ ايوه ما شاء الله. يعني كانت بيد عربي وحساب، المدرس الابتدائي كان يد عربي وحساب زمان. انما احنا عندنا قامات وهامات من المدرسين اللي شفناها في السمارات، واللي كانوا جايين وافدين علينا من بره متاجر الانبياء. تتذكر مين ابرزهم؟ من المدرسين اللي انت اتعلمت عليهم حلو. اتذكر بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. المدرس المخلص الجيد. ناس كتير يعني حقيقة أنا معايا، أنا كنت أذكرهم كل ما أقدرش. وأنت عندك ال 18 والتاني كمان
الأستاذ النجيب، عيد أبو النجيب، عيد النقيب، مدرس، أي مدرس من الطراز الأولي. الأستاذ عيد أبو النجيب يعني ما كانوش بيلعبوا، كانوا بيدرسوا يدرسوا يعني، كانت تطلع جيدة. وتذكر عم عبد اللطيف الكولي وعمي محمد أبو العلا والناس الحلوة دي كلها، فدي كانت ناس جيدة جدا جدا جدا، أدت الدور اللي عليها، وإحنا كنا معاهم بس هم كانوا أحسن عني كمان في التدريس. كنت بشتغل بالتدريس والفن. اشتغلي تاني؟ كنت بشتغل معاهم بالتدريس بس بشتغل في المدارس معاهم برضه تبع الإدارة في الفن والمعارض والرسومات وبتاع، لكن هم كانوا أحسن مني. صحيح يعني هم كانوا أحسن مني. الأستاذ عيد عليه رحمة الله ده قدوة ومش هيتكرر تاني. وإبراهيم ريدي، أستاذ إبراهيم أبو ريدي، ده كان أبرز المعلمين بتوعوتك. بسم الله ما شاء الله. أيوه صحيح. بعد ال 18 وبعد ما تعينت بدأت تكتب في المصحف. لا مش سنة 18 اكتب في المصحف. امال كان سنة كام؟ ما كتبت سنة 81. بسم الله ما شاء كتبت فيه شوية، وكان الشوية دول فوق، وكان مكتوب فيهم ان انا اعتذر لان خطي ما يسمحليش ان انا اكتب المصحف دون ان يصل الى حلاوة المصحف. فقلت لا ده خاطئ الشيطان ده اكتب. فكتبت حتى الخط نفسه اتحسن بعد كده. كتر ما كنت بتكتب خطك يتحسن شويه بشويه، خطك يتحسن. تدريب 602 في 10 تبقى 6020 ورقه. لو حطيت السطور جنب بعضيها كده فيطلع لك سطر طول 13 كيلو متر. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عليك. بعد كده، نعم بعد كده بدأت ازاي؟ بعد كده ابتديت اكتب، واصبحت الكتابة عادة طيبة، تحولت العبادة الى عادة ما اقدرش انساها الا لما اموت، يعني حقاش اموت وحقاش ابطل كتابة. بقت هواية عندك؟ هواية. يعني كنت في سن كام تقريبا كده ساعة ما بدأت؟ كان عندك كام سنة؟ ساعة ما بدأت كان عندي 40 سنة. 40؟ ساعة ما بدأت تكتب، لكن ما كتبتش وانت صغير. لما جيت من السعودية بسرعة اي كان عندي 40، فابتديت اكتب وابتديت الغي وابتديت اتعب. من سن 40 ل 80 اهو، 40 والله 40 سنة. يعني انت دلوقتي بقى لك 40 سنة. يعني انت عندك ثلاث مصاحف خلصوا قول في 4 سنين، ثلاثة خلصوا في 4 سنين. بسم الله ما شاء لكن الله. لكن في منهم تاني الاولاني كان بيخلص في سنتين وثلاث. وكانت الإمكانيات ضعيفة والخبرات التعامل مع المادة اللي أنا بشتغل بيها كان ضعيف، يعني إحنا كنا بنسطر الورقة دي، لكن أنا كنت بعمل لها الفريم وأعمل لها ورقة وراها وأكتب، التقدم يعني. والأحبار معاك أقلام معينة ولا؟ الأقلام أقلام خط معينة كتيرة هنا، كتيرة. والحبر باركر او بيليكان عشان يسيل في القلم يعني. لا ده شغله دي، القلم ده والحبر ده شغله خاصه يعني. ايدك وانت بتكتب كنت بتحس بيها ازاي؟ يعني كنت بتتعب ولا كان عندك دفعه ربانيه؟ والله يا ابني هو ربنا اللي قد انا قلت للزميل، قلت له انا لا اتصور اني كتبت واحد من دول. مش مصدق واحد بس. يعني انت بعد ما كتبت وبترجع تاني للمصحف ده مثلا تقول هو انا كتبت ده ازاي؟ مش معقول والله. مش معقول. ملا صعبة. لكن هذا توفيق الله وإرادته. بسم الله ما شاء الله. المصحف خد معاك وقت قد ايه؟ ياخد سنة، ياخد سنة ونص. اطول مصحف او اطول مدة كتبت فيها المصحف؟ الاولاني ده اللي هو تعبني وحتى ما بعرضوش يعني. كان زخرفته حلوة. كانت زخرفته حلوة. الزخرفة اللي فيه ما حدش يعملها. يعني أنت بتزخرف كمان. أيوه. وبتشكل. أنا فاكر الزخرفة اللي فيه. وأنا كاتب فيه مقدمة حلوة، وكاتب إن أنا أرجو أن أكون من كتاب الوحي أو من خدمة كتاب الوحي يوم القيامة.
بسم الله ما شاء الله. أن أحشر مع خدمة كتاب الوحي، مش مع الكتاب، لا مع خدامينهم كمان. ده إن شاء الله مع الكتاب ومع الصديقين ومع الشهداء إن شاء الله. إن شاء الله. ده شغلانة كبيرة جدا، أنا يعني ماليش يد فيها والله. والله ماليش يد فيها، ده من فضل الله علينا. من فضل الله. أيوه طبعا. 40 سنة بتكتب كل يوم. كل يوم بتكتب؟ أمال ما كنتش أكتب كل يوم مش الله. أيوه. ده أنت دسات كمان يوم تكتب ورقتين ثلاثة. أيوه. مفيش يوم مثلا ما بيفلت منك كده ولا كده؟ لا بيفلت يوم ولا بتاع، أعوضه تاني على طول. تعوض. يوم بيفلت كده كان يوم سجلت ورقتين، يبقى ده يوم الهنا والمرة. ورقتين يعني رقم قياسي، وجهين وجهين يبقى أربع وجوه. في كم سنة؟ في كم ساعة؟ الورقتين قول لي كده بقى. اي الورقتين دول بتاخدهم في كام ساعة يوميا؟ بتاخد ساعة الا عشرة. ساعة الا عشرة. او ساعة. الورق الوجه الواحد. ما بتتلخبطش بقى خلاص. الوجه الواحد بياخد ساعة. ساعة. اشوف عندما الرجل الواحد ياخد ساعة يعني ليه مش سهلة. انا مخي يعني مش فاضل المجتمع الخارجي خلاص. ما اعرفش اشتري حاجة لعلمك انا. لا اعرف اشتري لحمه ولا اعرف اشتري فاكهه ولا اعرف اجيب حتى علاج من بره خالص. انا شغلتي هي دي بس. شغلتك دي؟ شغلة القرايه والكتابه. على المكتب بس. اي بتقرا ايه؟ مش نبيه. كنت بتقرا ايه؟ من كتب التفاسير. كتب التفاسير ده حياتي في روح المعاني للالوسي. ما ايه؟ روح المعاني. روح المعاني. وتفسير السبع المثاني للامام الالوسي. الألوسي. أجمل الكتب. وأجودها. يعني حتى كتب التفاسير دي في منها ما يقدح فيه. وما لا يقدح. يعني مثلا في مفسر يطول التفسير. زي فخر الراس بتاع مفاتيح الغاية. قالوا أن التفسير. قالوا أن فيه كل شيء إلا التفسير. لكن روح المعاني ذا كان أستاذ مدرس جيد جدا، شهاب الدين محمود الألوسي. وقريت القرطبي كتير. والجلالين وابن كثير. الجلالين وابن كثير ده تفاسير الصغيرة يعني. موسوعة بقى من الكتب عندك. عندك روح المعاني. تروح المعاني؟ ده التفسير الجيد. ومن الكتب بقى اوصل الشباب اللي طالع جديد يقرا كتاب اسمه قصة الإيمان بين العلم والدين والفلسفة للشيخ نديم الجسر مفتي لبنان سابقا، مفتي طرابلس سابقا. هذا الكتاب جيد جدا. في رد الملحدين وكبت جماعهم وكسر شوكتهم كمان. تمام يا عم الحاج معاك. يا حبيبي. وايه تاني نصايحك للشباب اللي حابين نقول عمو رضا عايز يقول ايه النهارده لكل فتاه او لكل شاب؟ عايز الشباب او لكل اسره. عايز الشباب، عايز كل اسره تحط ابنها قدامها. لان خسرت كل شيء. والابن لما يبعد عن ابوه ولا يسيبه يسهر بره خسر، اقول خسر الدنيا والاخره. هو مش غير ابنه، هو مستقبل ابنه. صحيح. سابه بره لرفاق السوء. خلاص انتهت العمليه. انتهت العمليه. هيفضل على طول مع رفقاء السوء. لكن عليه ان هو يسال وصليت النهارده عملت كذا عملت كذا. وربنا بيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر. الطاء دي اللي هي منقلبة عن تاء، منقلبة عن تاء اللي اسمها تعرف تعال، يعني عايز تتعلم الصلاة وتصبر عليه، تطول بالك عليه يعني. هيغلبك شوية عن الغريب. صحيح. صحيح. ما زلت طبعا لآخر لحظة في عمرك ما زال عم رضا يكتب في المصحف الشريف. ايوه الحمد لله. الحمد لله. انا كتبت المصحف وصورتي كانت شكل كده. لما تشوفه انت دلوقتي تلاقي ده عم رضا
وهو شاب صغير بشوش الوجه. والصورة دي بقى يا عم رضا كانت فين؟ الصورة دي كنت وأنا في المعلمين. وأنت في المعلمين؟ الصورة دي وأنا في المعلمين، كنت أنا معلمين. آه. الحمد لله رب العالمين. حلاوة الخط اللي أنت بتكتب بيه. ودي اللوحة دي اللي أنا اللي عاملها دي. آه. حلاوة الخط اللي أنت بتكتب بيه، اتعلمت الخط إزاي؟ علمته بنفسك ولا حد علمك الخط؟ والله علمني اللطيف الخبير زي الله يقول. بسم الله ما وقوة شاء الله. الملاحظة التي استودعها الله فيها يخليني إن أنا أوسع الحاجة أحفظها، أحفظ شكلها وأجي أعملها في البيت. قبل ما بخطط كنت بحفظ اليافطة كده شكلها وأجي أعملها في البيت. وبعد كده اشتغلت إن أنا خططت. ومن زمان وأنا في المعلمين، يعني مش عارف إن أنا بيخرجوا كيف كيف طبعا هنعيد الكلمة دي تاني. اه يا عم يعني ده عطاء من عند الله يا حبيبي، الحمد لله. الحمد لله. انت النهاردة كده خلصت الصفحة ولا لسه؟ النهاردة كده خلصت الصفحة اللي بتكتب فيها ولا لسه؟ لا لسه ما خلصتش، لما ابقى قاعد هذا عشان تعبان، ببقى قاعد شوية عشان ربنا يديك الصحة. عندك كم ابن وكم حفيد؟ عندي 3 صبيان وأربع بنات؟ وعصام اللي مات وأربع بنات، اه يعني كم حفيد بقى؟ أولاد الأولاد؟ يطلع 30 أو 32 كمان. بسم الله ما شاء الله. 30 حفيد عند العم رضا. بسم الله ما شاء الله. ربنا ينفعهم يا رب ويخليهم. أيوة يا حبيبي رب ينفع بيك يا عم رضا. يعني مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، احنا دلوقتي في رحاب وفي منزل عم رضا زي ما انتم شايفين. العم محمد رضا قدام حضراتكم هنا يجلس على هذا المكتب، يمسك القلم ويكتب ايات من الذكر الحكيم، ايات الذكر الحكيم قدام حضراتكم دلوقتي. ده المدينة الكرام متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا بهذا اللقاء الحواري مع المسن العظيم، الرجل العظيم اللي كرس حياته كلها خدمة لكتاب الله، يكتب بحروف من نور الكتاب الله والذكر الحكيم. خطه جميل جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله عليه. أشكر حضراتكم، كنت معكم من المنيا محمد عبد المنعم أبو كبير ميديا.